فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك منطقة سياحية معروفة تعرف بوجود ماء صحي فيها، وهذه المنطقة سميت على اسم ضريح من الأضرحة. سؤاله: هل يجوز لنا أن نذهب إلى ذاك المكان وكذلك أن نأخذ من المياه المعلبة التي تباع من باب التشافي؟ إذا كان يعتقد فيها فلا يجوز أن تذهبوا إليها، لأنكم بذلك تؤيدون هذا الشيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.